لدي سقف آمن فوق رأس ابنتي إلى أن نجد شقة. فعلت كل شيء حتى تتمكن من الحصول على حياة لم أحظ بها. نيويورك مدينة التناقضات، يتعرف الكثيرون على الجانب الثري منها فيما يظل التشرد خافيا على معظم الناس. سهل أن تصبح بلا مأوى. أكثر من 650 ألف شخص يعيشون بلا مأوى في الولايات المتحدة، وهو عدد أكبر من أي وقت مضى، خاصة في نيويورك. هنا نعيش. يعيش جون مع عائلته في ملجأ للمشردين في نيويورك. يتقاسم هذه الغرفة في بروكلين مع صديقته زوي وابنته إيزابيلا. هذا هو المدخل، وهنا المطبخ، وهذه هي الثلاجة التي حصلنا عليها، وهنا طاولة صغيرة ودولاب وسرير. يعيشون هنا منذ عام ويعملون ليكونوا قادرين على الانتقال قريبا. نحاول الحصول على شقة، لكن الأمر يستغرق وقتا، والمكاتب مكتظة بالعديد من القضايا الأخرى، والآن نحن ننتظر فقط الحصول على المزيد من المساعدة. عندما كان في 21 طردته عائلته من المنزل، عاش مع أصدقائه ثم في ملجأ للمشردين. حصل على شقة لكنه لم يتمكن من تحمل الإيجار لفترة طويلة. واجهنا الكثير من الصعوبات، وهناك العديد من ملاجئ المشردين في نيويورك. تم إرسالنا في البداية إلى ملاجئ أخرى، لكنها لم تكن مناسبة لنا. كانت زوي حاملاً، والظروف هناك سيئة للغاية. كانت متهالكة، لم تكن آمنة، ولم يكن لدينا سوى مساحة صغيرة، عملياً جنباً إلى جنب، لكن الإقامة هنا أفضل بكثير، فلدينا مساحة أكبر. وصل التشرد في نيويورك إلى أعلى مستوياته منذ قرن تقريباً. ينام حالياً أكثر من 90,000 من سكان نيويورك المشردين في ملاجئ، وحوالي ثلثهم من الأطفال، وتضاعف عدد البالغين المشردين في نيويورك في العقد الماضي في وقت يتزايد فيه الطلب على الأماكن في الملاجئ، بما في ذلك بين العائلات الشابة. اضطرت شقيقاتي إلى الذهاب إلى الملاجئ بسبب أطفالهن، ولم يتمكن من البقاء في مكان إقامتهن السابق. والدتي لم يكن لديها مكان لنا جميعا، لذا كان عليهن الذهاب إلى المنزل. يعمل جون في مستشفى كحارس أمني، وغالبا ما يواجه مشكلة المشردين. المزيد يأتون إلى المستشفى لأنهم بحاجة إلى سرير وشيء للأكل، ولا يمكن للمستشفى رفضهم، ومن المحزن أن نضطر إلى طردهم. أعرف معنى أن تكون بلا مأوى، لأنني عايشت ذلك بنفسي. انزلق إلى الإجرام عندما كان مراهقا، تم القبض عليه وقضى عقوبة في السجن. يعرف زوي منذ كانا في المدرسة الثانوية، ظلت دائماً إلى جانبه. لم أرى نفسي أبداً شخصاً جيداً، كنت أعتقد دائماً أنني مجرد شخص عادي، لكنها ظلت تقول لي أنت رجل قوي، افعل كل ما بوسعك لفعل الشيء الصحيح. بفضلها تمكنت من العثور على قدرات بداخلي. امتلك قدرات كامنة؟ لم يكن لدي ذلك، لقد أرتني ذلك أولا، وهذه النار تزداد قوة، ومع وجود الطفل الصغير هنا إنها مثل الفرن الذي يستمر في الاشتعال. بغض النظر عما إذا كنت أعاني من مشاكل صحية أو نفسية، فأنا أحاول دائما أن أكون صخرتهم. أريد أن أمنحهم شعورا بالاستقرار، أريد أن أكون شيئا يمكنهم الاعتماد عليها. هذه هي عائلتي الآن. سأبذل كل ما بوسعي لأكون حاميها ومعيلها.
كنت أؤمن به دائماً، رغم أنه قيل لي إنه ليس له تأثير جيد علي. لم أستمع لهم وأمنت به دائماً، وما زلت أؤمن به حتى اليوم. أيضاً آمن أنخيل رودريغيز بقدرات جون، يدير المحامي منظمة غير حكومية تسمى سبل العدالة، وهو يقدم بديلاً للشباب الجانحين في نيويورك. أنخيل قلق من مشكلة التشرد في المدينة. من السهل أن يصبح المرء بلا مأوى بسبب المشاكل الاقتصادية. لم أتمكن أيضاً من تحمل تكاليف التدفئة لفترة، لكن في وقت قريب تمكنت من الحصول على شقة أكبر مقابل أموال أقل. لكن اليوم اختفى الموضوع تماماً، إذ لم تعد توجد مساحة للعيش ولا حتى لأولئك الذين يحتاجونها. والشقق التي كان إيجارها $200 في ذلك الوقت بلغت اليوم 4000. الإيجارات في نيويورك تستمر في الارتفاع حتى قبل الوباء، وفقاً لمسح أجرته كلية الدراسات العليا للصحة العامة في جامعة نيويورك، واجه حوالي 44% من سكان المدينة مشاكل في دفع الإيجار، وبسبب عمليات الإخلاء القسري ينتهي الأمر بالعديد منهم إلى الشوارع. التسريح من العمل والعنف المنزلي والأمراض النفسية والإدمان أسباب أخرى لذلك. بصفتي مدافعاً عن هذا البرنامج، فأنا لا أشارك بشكل مباشر في قضية التشرد، لكن هذا العمل يأخذني إلى كل مكان، بما في ذلك إلى هذه القضية، لأنني أمثل الكثير من الشباب. في عام 2023 أو منذ الوباء أو حتى قبل ذلك، كل هؤلاء الأطفال كان لديهم مشاكلهم الخاصة في المنزل، مشاكل خلقوها لأنفسهم وتؤدي في بعض الأحيان إلى مواقف لا يمكنهم فيها العودة إلى المنزل. يريد المركز توفير مكان آمن للشباب، هنا يمكنهم أداء الواجبات المنزلية أو تناول الطعام، أو على سبيل المثال تعلم كيفية تحسين السيرة الذاتية. يتم نصحهم من قبل أشخاص ملتزمين يمثلون قدوة إيجابية، كإلسي التي استفادت من البرنامج بنفسها. عندما كنت في 13 بدأت ببيع المخدرات، وعندما كنت في 16 تم القبض علي 3 مرات، ثم اكتشفت أنني حامل، وقد قلب ذلك حياتي رأساً على عقب. ساعدني البرنامج على العودة إلى المدرسة. كنت أعيش مع عائلتي، كنت أماً في شقة مكونة من غرفة واحدة في ذلك الوقت. كان عمري 16 عاماً، ولم يكن لدي أي فكرة عن العالم الذي أقحمت نفسي فيه كأم شابة تواجه عقوبة السجن. هذان هما التحديان، ولا أتمنى ذلك لأي شخص. اليوم يتعين على إلسي الاهتمام بقضية أحد العملاء في ولاية كونتيكت. أهلاً بك، كيف حالك؟ على حد علمي كان موعد محاكمته اليوم، صحيح؟ كيف انتهى الأمر؟ على حد علمي تم إطلاق سراحه. هل كان من الضروري أن تكون والدته هناك؟ أريد فقط متابعة الحالة. إذا أردنا الذهاب إلى هناك فسنحتاج إلى التحذير المسبق. حسناً، شكراً. شكراً لك، إلى اللقاء. لن نعرف أي شيء حتى الغد، هذه ولاية مختلفة، الأمور مختلفة تماماً عنها في نيويورك. لا يمكنك القيام بهذه الوظيفة والعودة إلى المنزل بعد يوم عمل. هناك الكثير من الأمور، بما في ذلك العقلية. نناضل ضد نظام من الواضح أنه غير عادل بالنسبة لغالبية السكان. يجب أن يكون المنزل هو الحل الوحيد، مكان آمن. ولسوء الحظ أن معظم الأطفال الذين يأتون إلى هنا
ليس لديهم منزل آمن. لذا فكرت أنه يجب علي أن أستجمع أقواي، وإلا كنت سأبكي طوال الوقت. كما تعلمون، معظم أطفالنا ليس لديهم منزل آمن. نحن نعمل ضد النظام ونخاطر بمخالفة القانون. لا تعمل إلسي فقط في المركز، فبفضل التبرعات تدرس الآن في جامعة نيويورك، أكبر جامعة خاصة في الولايات المتحدة. ونظراً لماضيها، فإن سلك هذا الطريق لا يعتبر أمراً بديهياً. لقد تم القبض علي علماً أنني كنت بلا مأوى وأحد الناجين من العنف المنزلي. أود أن أقول لنفسي عندما كنت أصغر سناً إن هذا ليس خطئي، وقد كنت فتاة محبوبة. هناك أشخاص يهتمون بي ويمكنني تحقيق أي شيء أريده. الثقة مهمة جدا لهؤلاء الأطفال الذين يمرون بظروف كهذه. بعض الناس يشعرون بالحرج الشديد من العيش في الملاجئ. من المهم أن نجعلهم يشعرون أنهم يستحقون الحياة. رغم الظروف المعيشية الصعبة، تمكنت إلسي من الوصول إلى أبعد حدودها، ويأمل جون وزوي أيضاً أن يتمكنا من الوقوف على قدميهما قريباً. إنهما ينظران إلى المستقبل بأمل. منذ ولادة إيزابيلا شعرت أن الوقت يمر بسرعة. يبدو الأمر وكأن الشهر هو مجرد أسبوع وليس هناك وقت للتفكير. كل هذا يحدث في نفس الوقت، لكن قبل أن أعرف ذلك سنعيش جميعا في شقتنا الخاصة مع قططنا الثلاث. لقد فعلت كل المطلوب مني فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، السيطرة على كل شيء، والحصول على كل ما نحتاجه، وجميع الأوراق وجميع المعلومات، والاضطرار إلى تجديد كل شيء. هذا كان كثيراً. أشعر بالإرهاق وعلى استعداد للذهاب إلى النوم وعدم الاستيقاظ حتى العام المقبل.